مشاهدينا، تعمل الدولة على دعم الشباب دائما وتقدم الدعم لهم في مختلف المجالات في مسعى لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتوفير مستقبل أفضل لهم واستثمار قدراتهم في خدمة الوطن. نعم، رغم أن الدولة حققت نجاحات كبرى في النهوض بالشباب، إلا أن العمل مستمر سعيا لخلق فرص أكثر لهؤلاء الشباب وعدد أكبر ممكن منهم، ولذلك نتابع هذا التقرير ولنعوده. الشباب هم رجال الغد، لكنهم بحاجة لمن يحتضنهم ويشجعهم ويمنحهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم، لذلك تراهن الدولة على هذه الفئة وتدعمها. هذا الصرح الحضاري المعماري الجميل، ان في خلال اقل من سنه يوفرون للشباب ان نعرض لوحاتنا وانتاجاتنا، هذا يعتبر شيء كبير بالنسبه لنا. ان تكون معارض على مستوى الكويت وبرا الكويت، تكون معارض بشكل اكبر واوسع، تكون معارض شخصيه وهم معارض جماعيه بنفس الطريقه هذه. طبعا الحلو هني بهالمهرجان ان نشوف ابداعات الشباب الكويتيين الطموحين والشابات، وانا اشوف دائما الدوله تدعمهم وتقدم لهم المساعده دائما وتعطيهم المساحه انهم يعبرون عن هواياتهم عن شغلهم. يعني انا اشوف الشباب الحين كرييتيف وفعالين في المجتمع وعندهم طاقات كبيره وعظيمه. مساع حكومية جبارة لاستثمار سواعد الشباب الذين يمثلون 72% من المجتمع، حيث يتم تقديم الدعم المادي واللوجستي والإعلامي لمبادراتهم حتى تصل إلى بر الأمان وتتحول إلى مشاريع ناجحة. مثل ما أنتم شايفين يعني مهرجان عدسة أول شيء صار واحد، والحين هذا الثاني وشاركنا فيه، وهذه أول سنة لي، والأمانة لما التحق بالجمعية للفنون التشكيلية الكويتية يعني خلال سنة شاركت بعدة معارض وفزت بجائزة صاحب السمو، والحمد لله يعني قاعد يطلع اسمي كله من فضل الله والجمعية ووزارة الشباب. وزارة الشباب يعني قاعدة تخص فئة الشباب بالذات، وقاعد تقدم كل الدعم صراحة للفنانين في جميع المجالات، يعني بالفنون السبع خلينا نتكلم كفنان يعني. لكن احنا ايضا نطمح يعني احنا يعني عندنا طاقات، للأمانة عندنا طاقات رهيبة والله، فنطمح ان احنا نوصل يعني ابعد من كذي للأمانة، يعني نبحث، وكتطلعاتي انا وكطموحي يعني كطموح اتمنى ان احنا نصل يعني للعالمية، وهذا شيء احنا مو ناقصنا يعني فعلا. هذه الجهود أثمرت شابا مبدعا خلاقا نجح بتحقيق ذاته، حيث تم تحويل 29 مبادرة شبابية إلى شركات توظف الشباب وتدفع عجلة التنمية. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.